ولانه كذوب ومخادع وحلاف زور، ولانه هماز مشاء بنميم، الكلام كان كده وبقى كده. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها، هذا بلد له احترام وله هيبته. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها. محدش قالك انك انت فقير قوي، لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. اسمع الكلام، اسمع الكلام، اسمع الكلام، اسمع الكلام، اسمع انت. قسما بالذي رفع السماء، مصر مش فقيرة، مصر مشفوطة، مصر وهبها ربنا اللي ما وهبهوش لحد غيرها، مكان وتاريخ وتراث. لما تكون من أقدم 3 دول في العالم لا يمكن تكون فقير. لما تكون واحدة من دولتين بس في العالم ما تغيرتش حدودهم على مر التاريخ، مصر والصين، مش ممكن تكون فقير. البلد اللي فيها 3500 كيلومتر بحر أحمر وأبيض مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي فيها 1550 كيلومتر نهر النيل بفروعه عمرها ما تكون فقيرة. البلد اللي ربنا وهبها 11 بحيرة طبيعية مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي فيها أكبر بحيرة صناعية حجمها 1.25 مليون فدان مش ممكن تكون فقيرة. الدولة اللي ربنا وهبها ثروات محجرية تضعها في المرتبة الثالثة عالميا مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي ربنا كتب ان يكون فيها مسار العائلة المقدسة ويخرج منها أم العرب هاجر وأم إبراهيم ماريا القبطية، ويعيش فيها أنبياء زي سيدنا إدريس وإبراهيم أبو الأنبياء ويوسف ويعقوب وأبنائه وموسى وهارون مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي فيها تلت آثار العالم في مدينة واحدة بس اسمها الأقصر لا يمكن تكون فقيرة. البلد اللي ربنا حباها بخزائن الأرض مش ممكن تكون فقيرة. البلد اللي ربنا رزقها بمكان بتعدي منه أكتر من 3/4 العالم لا يمكن تكون فقيرة. لما يكون ربع نص سكانك، لما يكون نص سكانك من الشباب الفتي، بلد شابة، مش ممكن تزعم إنك فقير. لما يكون عندك أكتر من 120 منجب ذهب وأكبر كمية سلك لتصنيع الكوارتز ورخام وجرانيت وفحم وفوسفات ومنجنيز وبوتاسيوم وقصدير ونحاس وكلك وياريت وجبس وكالوين وأكبر كمية رمال بيضة لصناعة الإزاز، لما يبقى عندك كل ده ما تبقاش فقير. لما يكون عندك شواطئ رملية مذهلة وشعب مرجانية ساحرة ومحميات طبيعية نادرة مش ممكن تكون فقير ولا تحسب على الفقراء. فقراء جدا اللي قالها دي أكبر دليل وإدانة لواقع الحكم العسكري. احنا نبدو فقراء جدا في العقول، لان العقول والمفكرين لا بييأسوا لا يتحبسوا لا يتقتلوا لا يهاجروا. نبدو فقراء جدا في الابداع، لان مصر تدار بفكر عسكري لا يمتلك اي مواهب عقلية من 6 عقود. نبدو فقراء في الموهوبين، لان العسكر بيعتمدوا على الولاء وليس الاكفاء. نبدو فقراء لان الحكم العسكري قبل تقزيم مصر واهدار مواردها وثرواتها مقابل معادلة ليبقى بيها في الحكم يوافق عليه أسياده. نحن لسنا فقراء، نحن أفقرنا ونهبنا وسحلنا وسجننا، وللكرامة أهدرنا وللعبودية أحللنا، نحن هرمنا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله غالب. وأشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. مطلع أسبوع جديد في مع معتز، البث المباشر في الرابط اللي بيظهر قدام حضراتكم، كمان البث المباشر بدأ على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة الشرق وصفحتي الشخصية وأيضا على حساباتنا في تويتر وتطبيق أخبار الشرق، تقدر تنزله من كل الهواتف الذكية على التليفون وتتابع البث المباشر على الهواء مباشرة. حقيقة 72 ساعة عامرة حقيقة بنشاط مكوكي لطبيب الفلاسفة في البلاد، وحقيقة زي ما عودناك كواليس ودهاليز ما يحدث في هذه البلاد هلخصوا ليك، لكن خلونا بس على بركة الله ناخد أبرز العناوين.
السيسي يقيل 16 وكيل للمخابرات ويحلهم لوظائف مدنية. مصر رقم 108 في الفساد على مستوى العالم. الجارديان تتساءل هل تغسل الصفقات دماء ريجيني؟ ترامب عامل مشاكل كبيرة جدا كمان هنتعرض لها ونقرا لحضرتك، ولكن تعال نشوف أبرز التصريحات. رئيس النواب: المحليات فشلت في أداء مهمتها. وزير الكهرباء: لن ندعم الكهرباء والمواطن لازم يدفع التكلفة الحقيقية للخدمة. حازم حسني: هبات ومنح السعودية سوف يسددها الشعب المصري. الأشعل: منع دخول المسلمين أمريكا قرار عنصري. خالد علي: قضية السعودية حول تيران وصنافير خسرانة. البردعي: حديث ترامب عن فعالية التعذيب أمر صادم ومخيف. تامر أمين: مصر تحولت لدولة متسولة لا صناعة ولا إنتاج. أبو عيطة للبرلمان: ما تحفروش قبوركم بأيديكم وتيران وصنافير انتهت. نائب عن مقترح الحكومة بزيادة رواتب الوزراء ونوابهم استفزاز للشعب. أبو الفتوح: مصر تعيش جمهورية الذعر ولن أتردد في لقاء السيسي إذا طلب. نقيب الصحفيين التونسيين للسيسي: لا أهلا بك في تونس. أحمد البرعي: التخبط بين الأجهزة يعوق الإصلاح الاقتصادي وعودة السياح. ناصر أمين بعد منع نجاد البرعي من السفر: غير قانوني. نقيب الصحفيين عن وفاة سيد حجاب: مصر خسرت قيمة ثقافية. البشير: قلق الإعلام المصري من سد النهضة غير مبرر. مصطفى النجار عن جمعة الغضب: يوم الشعب قال كلمته وكسر حاجز الخوف. مظهر شاهين في ذكرى جمعة الغضب: أصعب أيام حياتي على الإطلاق. خالد النبوي عن جمعة الغضب: يوم ما خرج كل واحد فينا من انعزاله. بعد منع مواطني 6 دول من دخول أمريكا، نور فرحات: هل نجرؤ على المعاملة بالمثل؟ السيسي: لقاءنا كل شهر يستهدف مواجهة أهل الشر. حسن هيكل: جمعة الغضب من أعظم أيام مصر. عمرو بدر عن جمعة الغضب: يوم انتصار النبل والأمل على أعداء الحرية. فؤاد راشد: دونالد ترامب سيقود العالم إلى كوارث حقيقية. بعد منع مواطني 6 دول من دخول أمريكا، البردعي: متى يعلنوا وفاة العرب؟ خبير اقتصادي: ترامب طفل يمسك سلاحا يكفي لتدمير المجرة. ترامب: المكسيك استغلت أمريكا ويجب أن يتغير هذا الوضع الآن. أنور الهواري: خطب وزير الأوقاف دعاية سياسية وليست دعوة دينية. نور فرحات: أين الجامعة العربية من تصريحات ترامب ضد المسلمين؟ هاني توفيق: العالم هيشوف أيام سودة في عهد ترامب. في ذكرى 25 يناير المرزوقي للشعب المصري: لا تحزنوا على فشل ثورتكم. أكاديمي فلسطيني عن فتح معبر رفح: مصر المفتاح الوحيد لإنهاء الحصار. محمد سلماوي: قرار إسرائيل ببناء 2500 وحدة سكنية في القدس يؤكد غفلة العرب. بسام بعارة: وصلت غطرسة الروس إلى حد كتاب الدستور لسوريا. خالد أبو النجا: المصريون مجبرون على التعايش مع السيسي. رئيس السياسة الكويتية للسيسي: مصر بدون استثمار تراب لا يجوز التباهي به. فيصل القاسم: ترامب سيحقق آمال إسرائيل بتقسيم سوريا. عمرو شبكي: 25 يناير هي الثورة الأعظم رغم محاولات قتل الإرادة الشعبية. منير فخري عبد النور: ثورة يناير علامة فارقة في تاريخ مصر رغم اتهامها بالفشل. محمد سيف الدولة: هيفضل شعارنا لساها ثورة يناير طول ما الشعب بيعاني. يحيى قلاش في ذكرى ثورة 25 يناير: ثورات الشعوب لا تموت ولكنها تبقى لتحقق أهدافها. محمد محسوب: منع الإدارة الأمريكية اللجوء الإنساني لأبناء شعوب هي من حولتها إلى لاجئين، درس لمن يرتمي عند أقدامها أن مصيره لن يكون بأفضل مما حضرته. النهاردة ذكرى 28 يناير، البدء الفعلي والحقيقي
25 كانت إرهاص و28 كانت البداية الحقيقية. وبتعجب وبستغرب حقيقة مين اللي يقول لك ان 28 يناير وثورة يناير وهذه القصة فشلت. يعني كلام مش قادر افهمه. يعني كيف يحكم بالفشل؟ يعني انت ماتش تلعب ماتش ينفع في الدقيقة 60 اقول لك انت خسرت؟ الحكم لم يطلق صافرة النهاية واحنا لسه في الماتش. مش ذنب بقى الثورة انها طولت شوية وبقى فيها وقت اضافي. يعني ده طبيعي، ده يعني حتى حكاية الوقت الاضافي دي تعتبر اضافة لان ما زلنا في الوقت الاصلي، وهذه الثورة ستنتصر. ليس عن جعجعة ولا كلام ولا بث امل كاذب، ولكن اللي بقوله ده بنزع منه عين الحقيقة. تحية لشهدائنا، شهداء الثورة من ساعة ما بدأت لحد النهاردة وما زالوا حقيقة